مما وقع فيه المسلمون للأسف، بعضهم عن غفلة، وبعضهم يعني ربما لا يكترث بالمسائل الشرعية ولا الدينية، ويتابع بعضهم بعضا، وأقل ما توصف به أو ما يوصف به من يعمل هذا العمل أنه يتشبه بغير المسلمين. والتشبه بغير المسلمين ورد النهي عنه في نصوص كثيرة صريحة شرعية من الكتاب ومن السنة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد تحذير. قال الله تبارك وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا في تتبع ما عليه غير المسلمين، لأن اليهود كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى قبلتنا ويوشك أن يتحول إلى ديننا، فنزلت الآية تأمر المسلمين بأن يخالفوا اليهود، بل يخالفوهم حتى في القبلة التي يصلون إليها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا أو حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني لا أحد غيرهم، أنتم تتبعونهم حتى في الإعوجاج، حتى لو دخلوا مكانا معوجا ملتويا منتنا لتبعتموه، كما نرى الآن يتبعونهم في كل شيء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري: خالف المشركين. وصح عنه أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند وفي غيره: ليأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية فإنهم يصنعون كما يصنعون. وهذا غاية القبح في التقليد واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاختصار في الصلاة، التخصر، أن يضع الإنسان يده على خاصرته. قالت عائشة: وكان اليهود يفعلونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ألا يفعلوا ذلك، لأن اليهود كانوا يفعلون هذا الفعل. وأحاديث كثيرة صحيحة كلها تحذر الناس من أن يصنعوا كما يصنع أهل الكتاب ويتبعونهم، سواء كان فيما يتعلق بهذه المسألة وهي مسألة لها علاقة بدينهم، أو في مسائل أخرى فصلها العلماء.